السلام عليكم وأهلا بكم محاضرة جديدة في مادة الـ Probability and Statistics. واليوم نكمل ما أخذناه بالمحاضرة اللي السابقة بخصوص الفصل الثالث والـ Random Variables. وأخذنا بالمحاضرة اللي فاتت بداية عن الـ Random Variables وكيفية تمثيل الـ Random Variables واستخدام الـ Different Types of Functions such as distribution function, the probability distribution function اللي سميناها capital PDF. وقلنا انه random variable قد يكون continuous or discrete. الdiscrete تستخدم لتمثيل الـ probability الى الـ probability mass function اضافة للـ probability distribution function. وبالنسبة للـ continuous تستخدم الـ probability distribution function اللي هي سميناها small PDF إضافة إلى capital PDF اللي هي الـ probability distribution function. فأكو نوعين من أنواع الـ random variables، وكل نوع من أنواع الـ random variables نستطيع أن نستخدم طريقتين أو two functions لتمثيل الـ probability. وقلنا أنه هذين الـ two functions سواء كان الـ small PDF والـ capital PDF أو الـ PMF بالنسبة للـ discrete والـ capital PDF، كلاهما ممكن نستخرج واحد من الثاني باعتبار انهم بهم نفس المعلومات، لكن كل واحدة من عندهم يستخدم طريقة بالتمثيل. بناء على طلب بعض الطلبة راح نبدي نعيد يعني بداية هاي المحاضرة، راح نعيد اخر اكزامبل اخذناه في المحاضرة اللي فاتت اللي هو كان الوعاء بخمس كرات ومرقمة من الواحد الى الخمسة. هذه الخمس كرات تم سحب ثلاثة من هذه الكرات بشكل عشوائي without replacement، أي إنه الكرة التي تسحب من الوعاء هذا لا يعني تعاد إلى هذا الوعاء وإنما تبقى خارج. والفرضيات أو المطالب اللي طلبت في هذا المثال اللي هو let x be the largest number drawn. إذا كان الـ x هو أكبر رقم مسحوب، what is the probability mass function of x؟ وإذا كان الطلب الثاني، إذا كان الـ x هو الـ smallest number اللي هو أقل رقم مسحوب، what is the probability mass function of x؟ نجي إلى طريقة الحل. بما أنه إحنا عندنا خمس كرات وهذه الكرات نريد نسحب من عندها ثلاث فقط without replacement، إذا لازم أول شيء نعرف عدد المجموعات اللي ممكن نسويها من هذه الكرات المرقمة من واحد إلى خمسة لما نسحب ثلاث كرات من أصل خمسة. وهذا الموضوع أخذناه في بداية الفصل الثاني اللي هو الـ combinations، باعتبار أنه ترتيب الأرقام غير مهم بالنسبة لنا، ما نحتاج نسوي البرميوتيشن وإنما الـ combination. وبذلك راح نحسب عدد الطرق أو how many ways ممكن نسحب بيها ثلاث كرات من اصل خمسة. بما انه احنا قانون الكومبينيشن عرفه اللي هو اذا كان عدد الكرات او عدد الايتمز او الاليمنتس اللي موجودة الكلي هو الان، وعدد الاليمنتس اللي نريد نسحبها في كل مرة هو الار، فقانون الكومبينيشن اللي هو الفكتوريال ان مقسوم على فكتوريال الار في ان ماينس ار ايضا فكتوريال. هذا لما نطبقه على ثلاثة من أصل خمسة راح نحصل على عشرة اللي هو عشر طرق ممكن نحصلها من سحب ثلاث كرات من أصل خمس كرات. نجي إلى الفرع الأول. إذا كان الرقم المسحوب هو أو الـ X اللي هو الـ Random Variable مالتي اللي هو الـ Function الآن سيرد أشتغل عليها كـ Probability، هذا الـ Random Variable إذا كان الـ X هذا هو الـ largest number drawn، what is the probability mass function of x؟ فنيجي نقول عندي من واحد إلى خمسة، لما أسحب ثلاث كرات هل من الممكن أن يكون أعلى رقم هو رقم واحد؟ طبعا ما يصير. ليش؟ لأنه راح يكون أكو وياه أرقام أخرى وهذه الأرقام كلها أكبر من عنده، إذا مستحيل أنه يكون الواحد هو احتمالية أنه أسحب واحد تكون بها قيمة احتمالية أنه يكون هو أعلى رقم، اذا هذا احتماليته صفر. الرقم اثنين، هل انه ممكن اسحب ويكون رقم اثنين هو اعلى رقم؟
ايضا ما يصير، لان انا دائما لازم اسحب كرتين حتى لو كان واحدة من الكرات واحد، الكرة الثانية اللي اضافة الى رقم واحد واثنين المسحوبات راح تكون يا اما ثلاثة يا اربعة يا خمسة، اذا الاثنين ايضا مستحيل يكون هو اكبر رقم مسحوب ضمن الكرات الثلاثة من اصل خمسة، اذا ايضا البروبابيلتي مالته راح تكون ايضا صفر. اجي هسه بالنسبة الى الارقام المتبقية اللي هي ثلاثة واربعة وخمسة. بالنسبة للثلاثة نشوف انه الطريقة الوحيدة اللي ممكن انه تكون الثلاثة هي اكبر رقم من ضمن ثلاث كرات مسحوبة انه تكون الكرات المسحوبة وياه هي رقم واحد ورقم اثنين، فقط هاي الحالة اللي تكون بيها رقم ثلاثة هو اعلى رقم موجود. بالنسبة الى يعني اذا ردنا نقول انه اكو طريقة حسابية، شلون اقدر اسوي طريقة حسابية لايجاد هذه الواحد من اصل، يعني هي الطريقة الوحدة اللي هي موجودة فقط من اريد اسحب الثلاثة ويكون هو اعلى رقم، يعني لما يكون هذا الرقم هو اعلى رقم انا اشكم رقم موجود اقل من عنده هو واحد واثنين، يعني رقمين، فاذا اريد اسحب اثنين من اصل اثنين اذا هي طريقة واحدة فقط ممكن احصل بيها انه اسحب كرتين من اصل كرتين الكومبينيشن، فاذا هو فقط طريقة واحدة ممكن احصل بيها رقم ثلاثة يكون هو اكبر رقم موجود. بالنسبة للاربعة شلون اقدر اقول انه اربعة هو اعلى رقم موجود بالكرات المسحوبة، انا بعد عندي كم كرة اقل من الاربعة، واحدة اثنين ثلاثة، يعني واحد واثنين وثلاثة، فمن هذين الثلاث كرات اللي هن اقل من الاربعة اريد اسحب اثنين، ايش كم طريقة ممكن اسحب بيها الاثنين من اصل ثلاثة حتى تكون الكرة اربعة هي اعلى رقم، فاقول انه كومبينيشن اثنين اسحب من اصل ثلاث كرات، فمن احسب اثنين من اصل ثلاث كرات راح تكون عندي ثلاث طرق ممكن احصل بيها ويكون الاربعة هو اعلى رقم باعتبار عندي ثلاث ارقام منها واخذ من عندهم فقط كرتين ويا الأربعة، فأقول اثنين من أصل ثلاثة متبقية إذا هي أحسبها بطريقة الكومبينيشن راح تطلع عندي ثلاثة. بالنسبة للخمسة كم طريقة ممكن أسحب بحيث الخمسة تكون هي أعلى رقم موجود بالكرات الثلاثة المسحوبة، أنا إش كم رقم متبقي عندي، واحد واثنين وثلاثة وأربعة كلهن أصغر من الخمسة، إش كم طريقة ممكن أسحب بها كرتين من أصل أربعة، فراح أقول إنه اسوي طريقة الكومبينيشن فيكتوريال الاربعة اللي هو 24 مقسوم على فيكتوريال ار اللي هو 2 في هاي الحالة الكرات المسحوبة في ان ماينس ار فيكتوريال 4 ناقص 2 اللي هم 2، فراح اشوف انه الناتج راح يكون عندي 6، 6 طرق ممكن اسحب بيها كرات ثلاثة وتكون الخمسة هو اعلى رقم بيهم، فاذا عندي 1 و3 و6، طبعا هذه هي عدد الطرق اللي ممكن اسحب، لما اقول اريد احتماليه اي probability من لكل وحده من هذه الطرق فاقسم كل رقم من هذه الارقام اللي حصلتها اللي هو 1 و3 و6 على العدد الكلي للطرق اللي ممكن اسحب بها ثلاث كرات من اصل 5 واللي هي 10 طرق، فاذا راح تكون عندي 1 على 10 بالنسبه للثلاثة 4 بالنسبه لرقم 4 3 على 10 وبالنسبه للرقم 5 6 على 10. هذا ال 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 هاي الطريقه اللي اقدر احسب بيها عدد الكرات المسحوبه، يعني عدد او عدد طرق لسحب الكرات هذني الثلاثة بحيث يكون الارقام 3 و4 و5 هي اعلى ارقام موجوده من ضمن هذه الكرات. بالنسبه الى الفرع الاخر اللي يقول انه الاكس هو السمولست نمبر درون، هل انه اقدر انه اقول انه الراندوم فاريبل مالتي هو الرقم اللي يكون اصغر واحد من هذين الارقام المسحوبات، شنو الاحتماليه يعني الماس فانكشن عفوا بالنسبه للاكس هذا، فراح استخدم نفس الطريقه بس بالمقلوب، يعني اقول انه عندي 1 و2 و3 و4 و5 هذين الارقام الموجودات على الكرات، هل من الممكن انه اسحب ثلاث كرات ويكون الخمسه اصغر رقم؟ طبعا مستحيل لانه الخمسة اكبر رقم، اي رقم ينسحب ويا راح يكون هو اكبر رقم. هل من الممكن انه الاربعة اسحبها وتكون هي اصغر رقم؟ هم ما ممكن مستحيل، اذا لانه اذا سحبت الاربعة فحتى لو الخمسة موجودة والاربعة اصغر من الخمسة لكن اكو رقم من هذين الارقام اللي هو واحد واثنين وثلاثة يكونن وياه،
فبذلك راح يكون رقم أصغر من عنده. إذن الأربعة أيضا مستحيل يكون هو أصغر رقم موجود ومسحوب. فإذن الأربعة والخمسة احتمالياتهم صفر، مثل ما كانت احتماليات الواحد واثنين صفر بالحالة السابقة. بالنسبة للثلاثة نفس الشيء، أقول إنه الثلاثة هو يمتى يكون أصغر رقم؟ فقط إذا كان الكرات المسحوبة اللي معاه هو أربعة وخمسة. زين؟ إذن طريقة واحدة فقط، ونفس الشيء إذا أريد أحسبها بطريقة الكومبينيشن مثل ما ذكرتها بالفرع الأول. بالنسبة للاثنين، يمتى تكون أصغر رقم؟ لما تكون الأرقام المسحوبة وياها اثنين من أصل ثلاثة هذه الأرقام اللي هي ثلاثة وأربعة وخمسة. كم طريقة أقدر أسحب منها كرتين من أصل هذين الثلاثة؟ ثلاث طرق. إذن الاثنين عدد الطرق اللي ممكن أسحبها وتكون بيها الاثنين أصغر رقم هي ثلاث طرق. وبالنسبة للواحد كم طريقة أقدر أسحب من هذين الأربع كرات اللي هي النعلة من عنده كرتين بحيث يكون الواحد هو أصغر رقم؟ راح تشوف إنه أيضا إذا تريد تحسب اثنين من أصل أربعة بسوي كومبينيشن أربعة وأسحب من عدن اثنين، فراح تطلع عندي ست طرق. إذا أقسم هذين الأرقام على عدد الطرق الكلية بالنسبة إلى سحب ثلاث كرات من أصل خمسة اللي هن عشرة، فراح تطلع قيمة الاحتمالية مال كل رقم من هذين الأرقام المسحوبة عندنا، وبالمقابل هذه الأرقام أصفطها اللي هو الأكس أكسس، وبالمقابل مالتها البروبابيلتي اللي أنا حصلتها هو هذا البروبابيلتي ماس فانكشن، اي توزيع البروبابيلتي حسب الارقام اللي موجوده بالاكس اللي هو سمبل سبيس مالتي. اذا هذا الشرح شويه مفصل اكثر من بالنسبه الى هذا المثال، حسب ما يعني طلب بعض الطلاب انه كان ما مفهوم. المثال اللي بعده a random variable x has a small pdf f of x تساوي لي ax بين الصفر والأربعة وزيرو elsewhere where a is a constant. الفرع a find the constant a and فرع b compute the probability of x capital x اللي هو random variable between 2 and 3 يعني greater than 2 less than 3. ف اجي اقول انه بما انه هذا السمول بي دي اف، والسمول بي دي اف مثل ما عرفنا بالمحاضره السابقه هي طريقه توزيع البروبابيلتي على الاكس اكسس، يعني كل قيمه من قيم الاكس اكسس اللي ممكن ان تتواجد في هذه التجربه باعتبار انه انا جاي اشتغل ضمن رينج معين، يعني قد يكون رينج مو من سالب انفينيتي الى انفينيتي حسب الداله اللي موجوده عندي. فلكل قيمة من قيم الاكس هذه اللي موجود الانترفال اللي موجودة بهذه التجربة ايش قد تقابلها probability. زين، فالسمول بي دي اف هذه من صفاتها اللي اخذناها بالمحاضرة اللي فاتت انه تكون لما اخذ تكامل من بداية الدالة الى نهاية الدالة اللي تمثل لي البي دي اف السمول بي دي اف، من راح اسوي هذا التكامل من بداية الانترفال الى نهايه الانترفال اللي متواجده به البي دي اف فانكشن، راح يكون الناتج مالته واحد. هذه الخاصيه راح استفاد من عندها في حساب الكونستانت اي، انه هاي راح اقول انه بما انه هذه الداله متواجده فقط من صفر الى أربعة، فاقول انه تكامل الاف اوف اكس هذه اللي هي السمول بي دي اف البروبابيلتي دنسيتي فانكشن، ننتبه الى density function معناها small pdf، distribution function معناها capital pdf. فتكامل من صفر الى اربعة للsmall pdf اللي هي f of x مالتي اللي منطيني اياها اللي هي ax dx تساوي لي واحد. هسا من اسوي تكامل لهذه الدالة ax dx، التكامل مالها راح يكون ax تربيع على اثنين، واعوض بمرة صفر مرة أربعة ومرة صفر، فراح تطلع عندي ثمانية أي ناقص، يعني طبعا باعتبار تطلع 16 على اثنين الأربعة لما عوض أربعة بالدالة اللي هي الـ AX تربيع على اثنين، 16 على اثنين هي ثمانية أي ناقصا صفر فتطلع ثمانية أي، هاي الثمانية أي تساوي لي واحد. إذا واضح أنه الـ A تساوي لي واحد على ثمانية. إذا بهذه الطريقة قدرت احصل على قيمة
الكونستانت المجهول اللي موجود في الدالة اللي تمثل لي البي دي اف السمول بي دي اف اللي هي البروبابيليتي دنسيتي فانكشن المعطيني اياها بالسؤال. الفرع الاخر يقول لي احسب البروبابيليتي مات هذا الراندوم فاريبل اكس greater than 2 and less than 3. فراح اسوي تكامل باعتبار انه من ضمن الصفات اللي اخذناها بالمحاضره اللي فاتت او الخواص البروبريتيز اللي موجوده ضمن موضوع السمول بي دي اف انه اسوي تكامل من 2 الى 3 باعتبار 2 الى 3 ضمن الرينج المعرفه بهذه الداله. شوف الاي اكس معرفه من الصفر الى الاربعه، فاذا اقدر اسوي تكامل من 2 الى 3 1 على 8 اللي هي قيمه الاي الكونستانت اي المجهول كان هنا 1 على 8 اكس دي اكس. راح احل هذا التكامل واعوض بالليمتس اللي موجوده من اللي هي 2 و3 راح تطلع لي نتيجة البروبابيلتي المطلوبة 5 على 16. هذا طبعا ايضا من الاسئلة المتكررة اللي دائما تجي في موضوع حساب البي دي اف والبي ام اف وغيرها من الامثلة الخاصة بالراندوم فاريبل. مثال اخر على ايضا هذا الموضوع the probability density function. طبعا من اقول probability density function ايضا انتبه انه اقصد بها السمول بي دي اف، لا تتيه بين الدنسيتي فانكشن والديستريبيوشن فانكشن. The probability density function of capital X اللي هو الراندوم فاريبل مالتي is given by f of x تساوي لي 0 for x less than 0، x على 2 for x between 0 and 2، and 0 for x greater than 2. Find the cumulative distribution function and sketch its graph. لاحظ من يقول cumulative distribution function هي نفس الكابيتال بي دي اف، مره نسميها distribution function مره نسميها cumulative. ليش؟ لان هي تراكميه. يعني السمول بي دي اف هي عباره عن توزيع للبروبابيلتي على الاكس اكسس، الكابيتال بي دي اف يجمع البروبابيلتي اللي قبل النقطه اللي انا اخذ بها. يعني من اقول ان probability of واحد فانا اخذ probability of واحد وما قبلها كلها في هذه نقطة probability of واحد لما اقول capital PDF اللي هي cumulative او distribution function. فيريدني احسب cumulative او distribution function اللي هي capital PDF. شلون اقدر احسبها؟ انا اعرف حسب ما اخذت يعني الموضوع اللي فات بالنسبة الى continuous random variable وشلون احسب الكابيتال بي دي اف والسمول بي دي اف مالته، اللي هو تكامل للاف اوف اكس سمول. فالكابيتال اف اوف اكس هي تكامل للاف اوف اكس. طبعا بالنسبه الى الداله اللي عندي باعتبار انه هاي الداله اللي عندي معرفه ب 3 انترفلز، فلازم احسب الانترفل الاول قيمه الاف اوف اكس كابيتال، بعدين احسب الانترفل الثاني واللي هو من الصفر لاثنين، والان بعدين احسب من الانترفال الثالث اللي هو الاكبر من اثنين. بالنسبه للانترفال الاول اللي هو اقل من الصفر راح يصير تكامل من سالب ما لا نهايه للاكس. طبعا دائما اعوض بقيمه اكس لانه ليش؟ انا جاي اطلع داله بدلاله الاكس، فلازم اعوض واحد من حدود التكامل انه يكون بي اكس. وبالنسبه الى هذه الداله اعوض بمكان الاكس اي بارامتر، اي بارامتر هو مجرد انه اقول انه هذا الفاريبل مات التكامل. فتكامل من سالب ما لا نهايه للاكس اف اوف تي دي تي باعتبار انه الاف اوف تي في هذه المنطقه اللي هي اللي اقل من الصفر من سالب ما لا نهايه الى الصفر هي قيمتها صفر، فراح يطلع الناتج مالت التكامل كله صفر. بالنسبه للداله الاخرى او عفوا الانترفال الاخرى اللي هي اكس على 2 بالنسبه الى الاكس لما يكون بين الصفر وبين الاثنين، فراح اسوي تكامل ل 2 انترفال. ننتبه الى انه نسوي تكامل ل 2 انترفال، ليش؟ لانه احنا هذه الداله الكابيتال اف اوف اكس هي تراكميه، يعني اخذ ما موجود بالنقطه اللي انا اريدها وما قبلها. فلما اقول بين الصفر والاثنين فانا ايضا حسبت مال ما سالب ما لا نهايه للصفر، فاقول من سالب ما لا نهايه للصفر اف اوف تي دي تي، وهذا الجزء راح يكون قيمته صفر باعتبار انه قيمه الاف اوف تي بهذه الانترفال صفر. فمجرد انا اخليها اذكرها حتى افهم المقابل انه يابا اكو شيء
قبل الصفر وهذا لازم يضاف. ليش؟ لأنه أنا جاي أحسب الدالة التراكمية، أحسب الكابيتال بي دي اف الديستريبيوشن فانكشن زائدا من صفر إلى اكس، وهذه تخص الانترفال الثاني. هذه من صفر إلى اكس اف اوف تي دي تي، فنشوف إنه بالنسبة إلى البارت الأول اللي هو من سالب ما لا نهاية للصفر قيمته صفر، وبالنسبة للبارت الثاني اللي هو من صفر إلى اثنين اللي هو من صفر إلى اثنين، فطبعا أنا قلت دائما بالتكامل أحطن الحد الأعلى للتكامل x. ليش؟ لأن أنا الناتج راح يطلع لي f of x، مو يطلع لي رقم، أريده f of x دالة لل x. فأقول من صفر إلى x قيمة الدالة هنا شقد، أعوض بمكان x t طبعا لأن أنا جاي أشتغل يعني حدود التكامل خليته x، فأحطن t هنا t على 2 dt، فيطلع لي x تربيع على 4. هاي من صفر إلى 2. بالنسبة للانترفال الثالث اللي هو الأكبر من 2، لازم ما أنسى أنه أخذ الانترفال الأول من سالب ما لا نهاية للصفر، والانترفال الثاني من الصفر إلى 2، والنوب أحسب الانترفال الثالث من 2 فما فوق، لأنه هذه دالة distribution function، هي دالة تراكمية تأخذ كل ما قبلها من قيم probability. فبالنسبة للبارت الأول اللي هو أقل من صفر صفر، بالنسبة للبارت الثاني أحط من صفر إلى 2 التكامل باعتبار هذا انتهى بعد، مو احط اكس حتى يطلع لي فانكشن، لا هذا ردن قيمته الكليه ايش قد. فمن صفر الى 2 واعوض اكس على 2 اللي هي تي على 2 دي تي، وطبعا هذا التكامل من راح احسبه راح يطلع لي قيمته 1. والتكامل الثالث اللي هو الانترفال الثالث اللي اكبر من 2، راح اقول من 2 الى اكس اف اوف تي دي تي، وهاي الاف اوف تي هنا راح تكون قيمتها 0 حسب ما معطى بالسؤال هنا، قيمته صفر مثل ما نشوف للأكبر من 2، فتكون هنا أيضا صفر، فصير صفر زائد 1 زائد صفر وتطلع قيمته 1. وهذا طبعا فشي لازم يصير هيك. ليش؟ لأن أنا قلت إنه دائما آخر قيمة توصل لها الكابيتال بي دي اف بالنسبة إلى أي تجربة لازم يكون 1، لازم يوصل الى الواحد ولا يتجاوز هذا الرقم، لانه التوتال بروبابيلتي لكل الايفنتس لكل الاوتكمز اللي موجوده بالتجربه قيمتها 1. اجي النوب اكتب الداله اللي حصلتها 0 for x less than 0، x تربيع على 4 for x greater than 0 and less than 2، وبالنسبه الى x greater than 2 قيمه الداله مالتي تكون 1. إذا أريد أرسمها راح تكون الرسم بهذا الشكل مثل ما موجود هنا. هذا رسم الـ capital F of X، عفوا هنا الخطأ المطبعي اللي هي مو small F of X وإنما capital F of X، بس غيروها capital F of X. هذه قيمتها صفر لقل من الصفر، هنا في قيمة الصفر تبدي هنا من صفر إلى 2 وليس من 1 إلى 2، من صفر إلى 2 هذه قيمة الدالة، وبالاثنين تصير 1 وتستمر إلى المالانهاية، فقط غيروا أن هذا الواحد إلى صفر، من هذا الواحد الموجود هنا هذا يكون المفروض صفر، خطأ مطبعي هنا انتبهوا له. المثال اللي بعده معكوس. A random variable capital X has a commutative distribution function اللي هي capital PDF capital F of X يعني مثل ما موضح بهاي الدالة. صفر for X less than 0، X على 10 between 0 and 10 وواحد اللي هو greater than 10. هذه الدالة موجودة عندنا هي الكابيتال بي دي اف. find the probability density function of random variable x. حسب ما درسناه بالمحاضرة اللي فاتت، فإيجاد السمول بي دي اف من الكابيتال بي دي اف هي عن طريق الاشتقاق، فنشتق هذه الدالة حتى نحصل على السمول بي دي اف اللي هو probability density function. وننتبه انه لما نشتق كل دالة حسب الانترفال مالتها، يعني مشتقة الانترفال الأول اللي هو 0 0، مشتقة الانترفال الثاني من 0 إلى 10 اللي هو 1 على 10 باعتبار مشتقة الاكس على 10 هي 1 على 10 فقط الكونستانت اللي هي الاكس،
ومشتقة الصفر مشتقة الانترفال الأخيرة اللي هي x أكبر من 10 هنا بس واحد، فمشتقة الواحد صفر باعتبار هو كونستانت، ويطلع بهذا الشكل السمول f of x مالتي هي صفر for x less than 0 واحد على 10 between 0 and 10 و 0 for x greater than 10. أو أقدر أكتب إنه هي واحد على 10 between 0 and 10 و 0 elsewhere باعتبار إنه هي قبل الصفر وبعد العشرة هي قيمتها صفر. إلى هذه النقطة راح تنتهي محاضرتنا لهذا اليوم. إن شاء الله المحاضرة القادمة راح نبدي بموضوع آخر اللي هو some special discrete distribution، وراح نناقش بيها بعض ال distribution. طبعا بالنسبة لهذا الموضوع اللي هو discrete random variable راح ناخذ بعض الأنواع، بعض الأنواع الخاصة بال discrete distribution، وبعدها راح ناخذ بعض الأنواع اللي خاصة بال continuous distribution. وبنهاية هذه المواضيع الاثنين يكون أيضا الفصل نهاية الفصل الثالث إن شاء الله. نلتقي بكم بالمحاضرة القادمة، وشكرا لحسن إصغائكم.